السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد. اليوم عندنا جوج ديال الكنار، جوج ديال الكره، حطيت لهم طويسيل ديال الماء باش يدوشوا، وكيف ما كتشوفوا الان هما دابا راه كانوا كيدوشوا، ودابا يلا غادي نصورهم باش تشوفوا الحاله ديالهم. وفي هذا الوقت هذا ديال الحراره اللي كتكون مرتفعه، ضروري ما خصكم دوشوا الفراخ، تعطيهم الماء. سير شوف اش تشوفهم كتلقاهم كيخرجوا الماء بزاف من الشرابه، عرفهم راه بلي راه محتاجين للتدواش. ومرحبا بكم.